ناحيتين، يعني لما بقلب واحده بتكون لونها مش اغمق من قدام، يعني نفس اللون من فوق او من تحت، واراعي ان انا اشوف واحده بيضه، ما باخدش ليه البني اللي فيها القهوه او الحمراء على اساس ان دول ما دخلش فيهم الوان، فاقدر اقرر ان اللون بتاعها نفس اللون اللي انا عايزه وتكون مستويه. هنعمل نوع تاني من البسكوت، هيكون بسكوت السابليه. بسكوت السابليه بتسمى بسكوت سكر او بسكوت السابليه. مقاديره عاده ممكن استغنى عن البيض بميه، يعني هو بيبقى دقيق وزبده وسكر، ممكن احط بيض ممكن احط ميه. لو هستعمله في عجان انا بحط بيض عشان عايزها استعملها بطريقه تانية. لو هستعمل اللي هو محضر الطعام بخلي الزبده اللي بستعملها بتكون مكعبات، يعني الزبده ديت بتكون متقطعه مكعبات، ولما اجي احطها بحطها قطعه قطعه، يعني دي بتكون قطعه صغيره بحطها في قلب محضر الطعام قطعه قطعه. لكن الدقيق مش مهم يتنخل لان انا عايزه كله يندمج في بعضه. فبعمل هنا اهوت نفس الشيء، بحط هنا اهوت، يعني الاختلاف هنا ان انا احط كله مع بعضه. لو هحطها في محضر الطعام بحط الدقيق، بحط السكر، بحط البيض، والاخر اضيف قطع الزبده. حط سكر، ممكن تستعملوا سكر، لو هتستعملوا سكر مش بودرة يبقى بحط الزبدة، بحط الزبدة وبعدين بضيف عليها السكر. نضرب دول مع بعض هنا. العجينة دي هحتاج انها اعجنها كلها تتداخل لاني عايز افردها بالنشابة، مش هتكون عجينة لزجة أو تكون طرية زي الغريبة، لا. خليها تنضرب واسيبها لغاية لما تبقى فتل متفتفتة، يعني متفتفتة، وبعد كده الزبدة بتبتدي تسيح مع حركة العجان، درجة الحرارة بتعلى شوية، وبعد كده تبتدي تبقى كتلة واحدة. نفس الشيء لو حطيت انا في الفود بروسيسور في محضر الطعام، دي كده العجينه جاهزه انها تستعمل، بلمها كلها مع بعض واسيبها في الثلاجه قبل ما استعملها عشان تسهل عليا الفرد. نفس العجينه دي كده اهوت محطوطه في الثلاجه، فمش هنقول لكم يعني انا عايزها مربعه، بخليها بالطريقه دي عشان اقدر افردها وتبقى مستطيله او مربعه. وديت زي ما انتم شايفين الفرق ما بين العجينه دي والعجينه اللي في العجان. العجينه ديت جامده لان هي نفس العجينه اللي في العجان، باخدها في بلاستيك واشيلها في الثلاجه. بفرد اول مره كده اهو، وبعدين احط شويه صغيرين من الدقيق، مش كتير عشان تسهل عليا الفرد، شويه دقيق من فوق وبفردها رقيق، خليها رقيقه. اتاكد انها زي ما انتم شايفين الاطراف بتشقق شويه، لكن كل العجين ده باخده تاني واستعمله مره كمان، يعني كل اللي هيطلع من الجناب. نشوف الاشكال اللي عايزين نعملها ايه. هجيب قطعات، هجيب الصاج اللي احطها فيه، وابتدي نقرر تشكيلها هتبقى ايه. انا هعملها زي دواير، عشان استعمل دواير هجيب هنا القطاعه اللي على هيئه دايره واقطعها بالطريقه دي، وديت هحط في قلبها دايرة تاني. يعني لو شلت دي كده اهو عندي اربع دوائر، بجيب قطاعة صغيرة او حتى البلبلة اللي بنستعملها وافتح بيها ده، كل اللي موجود دوت بستعمله، دول مش مفروض اقطعهم، خليني اقطع دول، وبعد كده اللي هيطلع من ديت نجيبها هنا
ناخد الدوائر ديت نحطها هنا، ودي عايز ألزقها على دايرة تانية، فبالتالي هاجي أجيب أحط دول هنا أهو، وعشان زي ما أنتوا شايفين حطيتها في التلاجة وما أقدر أتحكم في الدوائر ديت، أقطع أربعة تانيين وبحطهم على أساس بعد ما تستوي دي أحطها وأحط دي فوقيها. أربع دواير كل واحدة عندها الغطا بتاعها، وواحدة كمان هنا، وبعدين ممكن أعمل شوية يكونوا حجم أصغر شوية، نجيب حاجة مشرشرة بالطريقة ديت، ودي بحطها هنا هوت على أساس تبقى شكل تاني أو نوع تاني. ممكن نعملها طبعا مش لازم تكون دواير، ممكن نعملها قلوب، نجيب قلب وعشان ما يضيعش عجينة كتيرة بعملها من الناحية التانية يبقى عكس بعض، وبعدين ناخد القلوب ديت ونحطها هنا اهو، يبقى عندنا الأشكال اللي اخترناها بحطها هنا اهوت على أساس أسويها في فرن، ده هيكون فرن حرارته أعلى شوية 170، وعبال ما ببتدي أشتغل فيها بتبتدي تطرى، فباخد العجينة دي كلها اللي أنا عملتها اللي هي الزيادات دي باخدها محاولش أعجنها تاني، يعني وهي زي ما هي كده أهو، باخدها وأروح فردها تاني وأعملها، يعني باخدها وأفردها بالنشابة، بحط شوية دقيق صغيرين علشان ما أضيعش، وبتتفرد بالنشابة وبكرر نفس الحكاية، ما بفضلش أعجنها عشان ما تطراش معايا. ديت بحطها في الفرن حرارته بتكون زادت شوية، عامله هنا 170، وهسيبها تاخد حوالي 10 دقايق قبل ما تستوي، على أساس دول لما يطلعوا هيكون ده البسكوت اللي احنا نعمل له حشوات، اللي هي الدايرة اللي عملناها على أساس دي تبقى قد البسكوتة اللي احنا حطيناها هنا عشان تتحط فوقيها، والقلب والدوائر اللي هي صغيرة. هنرجع ونزين البيتي فور ده أو السابليه، ممكن تعملوه بأشكال كتيرة، والفكرة فيها هي عجينة واحدة اللي هي عجينة السابليه أو عجينة السكر. أهم حاجة فيها لما بعمل العجينة بتبقى طرية بالطريقة دي، أنا لما مسكتها من شوية كانت أطرى من كده، سبتها مع التكييف بقت سهل إن أنا أشكلها، لكن هتبقى أحسن لو خدت دي وحطيتها في قلب بلاستيك خليتها في التلاجة وبعدين أمسكها وأفردها، وأنتوا طبعا عارفين بقية الحكاية إحنا عملنا إيه. هنرجع نزين الكام بسكوتة ديت، وأكيد هنعمل نوع تاني من البيتي فور لو ما عندكوش القطاعات وعايزين تعملوها بالكيس، ده هيكون النوع التاني، بس الأول هنزين البيتي فور اللي إحنا عملناه. عجينة السابليه أو عجينة السكر هو عبارة عن بسكوت قطعته دواير، وبنفس الدايرة عملت الأحجام مختلفة بحيث إن أنا يبقى عندي قلوب وعندي حاجات مختلفة، ديت ممكن أحشيها، ممكن أشكلها، ممكن أنكهها. فممكن نجيب الشوكولاتة الغامقة وأحط فيها شوية هنا هو، تغطي ديت بالشوكولاتة نحطها هنا أهو، وبعد كده نشكلها ونحط لها
مكسرات اللي احنا عايزينها. يبقى دول شويه بالشوكولاته الغامقه، وزي ما احنا شايفين هي اللون من ناحيتين نفس اللون، فدي تكون النوع الاول. وبعدين بنحط على ديت مكسرات. ممكن استعمل لو حبيت استعمل عين جمل، نجيب واحدة عين جمل نحطها عليها وهي لسه ما نشفتش، يا دوبك تمسك فيها. فيبقى اذا الاساس عندي هنا عجينة السابليه، وبعدين بحط عليها مكسرات من فوق. فده يبقى نوع. النوع التاني احنا ممكن نستعمل الشوكولاتة البيضة، ممكن نحشيها او نحط عليها، نجيب هنا هو الشوكولاتة البيضة نزين بيها، او نحط القلوب في الشوكولاتة البيضة. نجيب شوية هنا هو من الشوكولاتة البيضة ازين بيها واستعملها كلزق او كسمخ. بحيث ان انا اخطط بيها، نعمل لها خطوط رفيعه بحيث ان ديت تبقى فيها شوكولاته بيضه من فوق ماسكه عين الجمل. وحبيت احط حبه صغيره هنا اهوت من اللوز المطحون، ممكن حاجه بسيطه في واحده ولا اتنين منهم بس نغير اللون، حاجه بسيطه هنا. يبقى عندي شوية فستق كطعم مختلف شوية مع عين الجمل. وبعد كده نجيب القلوب، نعمل نفس الشيء، بحط نص القلب هنا بالطريقة دي، بس بنغطسه. ممكن يكون نص قلب أبيض أو نص قلب الشوكولاتة الغامقة. نحط ده كده اهوت ونسيبه لغاية لما يتماسك. ونفس الشيء قبل ما يمسك شوية، ممكن نجيب شوية صغيرين من الفستق، شوية فستق صغيرة، ونحطها هنا اهوت على القلب قبل ما الشوكولاتة تمسك. ونيجي للي هي ابتدينا بيها وعملناها، وقلت ديت هعملها، وممكن اعمل الشوكولاته البيضه تبقى هي اللزاق. باجي هنا ونحط شويه من الشوكولاته البيضه علشان الملزق تمسك هنا اهوت. فبعمل زي سور، شويه شوكولاته بيضه، وبعدين نحشي دي. نجيب ده كده اهو، وبعدين نحشيها. دي ممكن تتحشي مربى، نرصهم هنا اهوت مع زمايلهم، نحطهم هنا. وممكن استعمل مربى فراوله او مربى مشمش. نجيب المربى، بضرب المربى شويه على اساس تبقى سهله لما اجي استعملها. بملى هنا الحشوه، بحط هنا اهوت المربى جوه في الحشوة، بس اتأكد ان انا بسيب دول يبتدوا الشوكولاتة تمسك في بعضها وتنشف. لو في لسه حتة فراولة صغيرة تخلص منها. ودوت بيكون فكرة البيتي فور، اللي هو من عجينة واحدة، عجينة السابليه. يعني عجينة السابليه اللي احنا عملناها بعملها وبسيبها، وقبل ما ابتدي ازينها، يعني ده اللي احنا عاملينه، قبل ما ابتدي ازينه اسيب، بعد ما بزينه بسيبه ينشف. الشوكولاته دي لسه سايحه والشوكولاته دي لسه سايحه، لكن هي نفس الفكره. يبقى عندنا نفس الفكره ونفس الطريقه باخدها، وديت اللي بنقدمها. ولو حابين اكيد عندكم افكار كتيره مختلفه، لو عندكم اطفال يطلعوا بافكار اكتر من اللي احنا ممكن نفكر فيها. هرص دول هنا زي ما وعدتكم. اكيد هيبقى في نوع تاني معمول بكيس الحلواني، هيكون اسهل في فرده،
وهياخد برضو اشكال، هتبقى اشكال مختلفه. ف ارص دول هنا، وبعدين نجهز النوع الثاني اللي هو هيكون بعجينه برضو السابليه اللي فيها نفس المكونات بس متقدمه بطريقه مختلفه، لما نرجع ونواصل معاكم. Thank you.